وفي مثل هذا اليوم من سنة 42 و400 للهجرة الموافقة لسنة 51 و1000 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. ذكر حجاج خراسان خبر ملك السلطان السلجوقي طغرل بيك مدينة أصبهان. كان حاكم أصبهان أبو منصور بن علاء الدولة بن كاكوي يكثر التلون مع السلطان السلجوقي طغرل بيك، تارة يطيعه وينحاز إليه، وتارة يطيع الملك الرحيم البويهي. فأضمر طغرل بيك له سوءا وسار في حملة كبيرة، فأخذ البلاد الجبلية من أخيه إبراهيم ينال، ثم عرج على أصبهان وحاصرها. لما طال الحصار عليها ضاق الأمر بصاحبها وأهلها، وأرسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمال، لكنه لم يقنع منهم إلا بتسليم البلد فخضعوا له وسلموه المدينة، وأحسن إلى جنودها وأقطعهم أراض في الجبل، واتخذ من أصبهان عاصمة له. ذكر حجاج العراق خبر استيلاء زعيم الدولة أبي كامل بركة بن المقلد على ملك أخيه قرواش العقيلي. كان الأمير قرواش منزعجاً من تحكم أخيه بركة في البلاد، وأنه قد صار لا حكم له، فسار إلى بغداد. شق ذلك على بركة وعظم عنده، وأسرى إليه بعض الأعيان المقربين يشيرون عليه بالعود واجتماع الكلمة ويحذرونه من الفرقة والاختلاف. لما بلغوا ذلك رضي بالعودة شريطة أن يسكن دار الإمارة بالموصل. لما قارب مساكن أخيه زعيم الدولة لقيه وأنزله عنده، فهرب أصحابه وأهله خوفا حيث آمنهم زعيم الدولة. حضر عند قرواش وخدمه وأظهر له الاحترام، وجعل عليه من يرصد تحركاته ويمنعه من التصرف على هواه. ذكر حجاج عمان خبر استيلاء الخوارج على البلد. كان على عمان الأمير أبو المظفر بن الملك أبي كليجار بويهي، وكان خادمه يسيطر على أمور الحكم، فأساءه وأتبعه السيرة في البلد واستولوا على أرزاق الناس فأبغضه أهلها. وقام فيهم رجل من الخوارج يعرف باسم ابن راشد، فجمع الأتباع وأعلن العصيان، فقاتله جيش الأمير وكانوا من الديلم، فهزمهم وقبض على الأمير أبو المظفر وسجنه، وسجن معه جميع الجند والأتباع من الديلم. خرب دار الإمارة وخطب لنفسه وتلقب بن راشد بالله. كان ذلك بداية دولة بني راشد في عمان. ذكر حجاج إفريقيا خبر دخول العرب إليها. كان حاكم تونس المعز بن باديس آل زيري قد ألغى الخطبة للمستنصر الفاطمي وخطب للخليفة القاسم بأمر الله العباسي. أصلح المستنصر بين عربي بني زغبة ورياح وأمدهم بالمال، أمرهم بالسير إلى قروان ملكهم كل ما يفتحونه، ووعدهم بالمدد والعدد. دخلت العرب إلى أفريقيا لما حلوا أرض برقة وما ولاها، وجدوا بلادا كثيرة المرعى خالية من الأهل فاستوطنوها، وأرادوا الوصول للقيروان وبدأوا بشن الغارات وقطع الطرق. فجمع المعز جيشا عظيما وسار لقتالهم، ونشبت معركة هائلة هزم فيها المعز وانسحب إلى القيروان. نشبت بعدها عدة معارك كانت الغلبة فيها للعرب، إلى أن استطاعوا دخول القيروان وانسحب المعز إلى المهدية، وتلت هذه الحملة الإعرابية حملات عرفت بتغريبة بني هلال. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 1380 للهجرة الموافقة لسنة 10 و400 ميلادية وفاة السلطان أحمد بهادر الجلائري. آخر سلاطين الدولة الجلائرية في بغداد مغولي الأصل، هاجمه تيمور لانغ فلم يقوى على صده، راجع إلى حلب منفردا وقبض عليه مجاملة لتيمور، وأرسل إلى دمشق وجاء الخبر بهلاك تيمور وهو في طريقه إلى الصين، فأمر سلطان مصر بإطلاق أحمد فاستعاد بغداد واستقر فيها نحو 5 سنين. بعدها ثار عليه الأمير قرايوسف وتقاتل الطرفان، فانهزم السلطان أحمد وأسر وقتل خنقا ببغداد، بموته انتهت الدولة الجلائرية بالعراق. وفاة ظفرخان مؤسس الظفريين في كجرات. اعتنق أبوه الإسلام، قربه سلاطين دلهي التغلقيون، عينه آل تغلق أميرا على إمارة الكجرات الواقعة شمال بومبي والمطلة جنوبا على بحر العرب. في سنة 96 و300 للهجرة أعلن ظفرخان استقلاله عن سلطنة دلهي، ثم قام بتوطيد الأمن في أرجاء سلطنته وحارب القبائل البدائية الوحشية الضاربة بالمنطقة، أخمد التحركات التي نشبت ضده ووسع أطراف مملكته حتى ملوى،
واستمر في الحكم حتى وفاته، وتولى بعده حفيده أحمد خان. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 85 و200 و1000 هجرية الموافقة لسنة 68 و800 و1000 ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. بدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كانت دولة ملوك أجا في سومطرة وعليها منصور شاه، دولة المنغيتيين ما وراء النهر وعليها مظفر الدين بن نصر الله المنغيتي، دولة بني إيناق ما وراء النهر وعليها سيد محمد رحيم الإيناقي، دولة خانات خوقند وعليها سيد سلطان بن ملة، دولة القاجاريين في إيران وعليها ناصر الدين القاجاري. في الجزيرة العربية كانت الدولة السعودية وعليها سعود بن فيصل آل سعود، سلطنة عمان وعليها عزان بن قيس البوسعيدي، سلطنة لحج في اليمن وعليها فضل الثالث بن علي السلامي، وكان على الدولة العثمانية السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد، وكان تسيطر على بلاد الشام والشمال الإفريقي. في المغرب كانت دولة الأشراف الفيلاليين وعليها محمد الرابع بن عبد الرحمن الفيلالي. الاستعمار الفرنسي للمغرب. حكم المغرب في أواخر القرن التاسع عشر أسرة الأشراف الفيلاليين. أصبحت البلاد مسرحاً لصراعات القوى الاستعمارية. ثم قررت فرنسا السعي للانفراد باحتلالها، فعقدت مع إيطاليا اتفاقية تقضي بإطلاق يدها في ليبيا، وعقدت اتفاقية أخرى مع بريطانيا سمحت لها بالانفراد بالسيطرة على مصر، كما عقدت اتفاقية مع إسبانيا لتقاسم النفوذ في المغرب. اجتمعت الدول الاستعمارية والمغرب في مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكان من مقرراته إشراف الفرنسيين والإسبان على أمن الموانئ المغربية وتوزيع حصص الاستثمارات الاقتصادية. حاول السلطان عبد العزيز الفيلالي تطبيق مقررات المؤتمر، فتصاعدت الاحتجاجات لتبلغ ذروتها سنة 28 و300 و1000 للهجرة. فأعلنت فرنسا أنها سوف تتدخل لإخماد الثورة واحتلت فاس والرباط ومكناس. بدأت إسبانيا في احتلال منطقة الريف في الشمال وإفني في الجنوب في سنة 29 و300 و1000 للهجرة. تم توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا والمغرب. تحرك الشعب ضد المعاهدة واحتلوا فاس، وتدخلت فرنسا لقمع الثورة وأعدمت بعض قادتها. وثار الجنوب بقيادة السائر هبة الله بن الشيخ ماء العين فبويع سلطانا، ونجح في دخول مراكش، فقمعت فرنسا ثورته بالشدة والبطش. أما في مناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، فقد أعلنت المقاومة في الريف بزعامة محمد مزيان الذي كبد الإسبان خسائر فادحة. حاول الإسبان احتلال مدينة تطوان، وتصدى لهم أحمد بن محمد الرسولي، وتجمعت حوله القبائل ونادوا به سلطان الجبل فقاد المقاومة.